يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي توزيع اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا في محافظات مصر. للتخفيف عن كاهل المواطنين، بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك توزيع لحوم لألف رأس من العجول بما يعادل 400 طن من اللحوم على الأهالي الأكثر احتياجا في محافظات مصر. احنا بفضل الله عز وجل بقالنا أكثر من 3 أشهر نزلنا مزارع مصر، زرنا أكثر من مزرعة نختار أجود الأنواع من المواشي، بنختار 1000 ماشية لتقديم أهالينا في الجيزة والقاهرة تحت مظلة التحالف الوطني. العمل هنا مستمر على قدم وساق خلال أيام العيد في محافظتي القاهرة والجيزة من أجل توزيع ما لا يقل عن 25,000 كيلو من اللحوم الطازجة للمواطنين الأكثر استحقاقا. المجموعة بتاعتي هي بتقوم على تعبئة جميع اللحوم وتكييسها وتخزينها في الثلاجات. مجهودات جمعية أبو العينين وغيرها من المؤسسات تأتي تحت مظلة التحالف الوطني من أجل الوصول للمواطنين الأكثر احتياجاً.